دلوقتي هبين لكم الادوات على الترابيزه، الادوات المستخدمه في عمل السبيشال سنس. ده التورش لايت ريفلكس، وده البيريميتر فيجوال فيلد، وده الاوفسالموسكوب الفاندس، وده التيونينج فورك اللي بيستخدم فيه فايبريشن او هيرنج، بس لو فريكوانسي عاليه تبقى الهيرنج. هنبتدي بالتجربه الاولى على اسلام اللايت ريفلكس. هجيب التورش، خلي اسلام يقف ونجيب التورش بتاعنا عادي. ازاي التورش بننوره؟ طلبه كتيره بتسال بننور ازاي؟ هاجي على الجزء ده زي القلم، هاجي ادوس عليه. لما باجي بدوس عليه بيبان الضوء، لازم تدوس عليه دوسه خفيفه قوي. هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ بصوا بقى عليا، هجيب النور من على الجنب عند اسلام، والمفروض ان انا وانا بجيب النور من على الجنب عايز اشوف البيوبل وهي بتعمل كونستريكشن ان بوث ايز. يفضل عشان تبان لازم نقفل النور، يعني هنقفل النور بتاعت الاوضه ونقرب ونشوف البيوبل فعلا بتبان في الناحيتين. طبعا انا بحاول اعمل فوكس شويه، باينه قوي كده، ونقرب كده باينه البيوبل بتدي اون بوث سايدز. طبعا دلوقتي في طريقتين في التجربه دي. دكتور شكري بيقول ما تحطش ايد العيان على النوز، لان النوز دي اناتوميكال سيبتوم، يعني صعب الضوء اللي جاي من اليمين يخش للعين الشمال. بقيه الاساتذه التانيين بيقولوا لا، حط ايدك على النوز عشان دي تبقى دايركت يا اسلام والتانيه ان دايركت. ايه الاسئله اللي هتذاكرها من النظري؟ موضوع لايت ريفلكس جوه كتاب النظري ريليتد للتجربه. التجربة الثانية في سبيشال سنس هنتكلم على البيري ميتر. هيقول لك ايه استخدامه؟ طبعا ده في الفيجوال فيلد. كل الناس مستنية ازاي نمسك الجهاز. اللي بيمسك الجهاز هو البيشنت. بص يا معاذ، هتمسكه بايدك اليمين. وانا عايزك تقلع النظارة. وهنا في مسند لونه احمر باين قوي. المسند ده لازم يحطه هو على الزيجوماتيك بون. اشمعنى الزيجوماتيك؟ أنا عايز عين معاذ تبقى متثبتة في نص القوس. بصراحة القوس اللي باين قصادكم أنا كنت عامله عند حداد بره، هو نفس القوس اللي موجود في الاسم الأصلي. هنا مكان صباعي فيه مراية، المراية دي معاذ هيثبت عينه فيها، مش هيشوف حاجة من خلالها، مجرد فيكسيشن. لأن يعني فيلد ثبت عين واحدة وعايز اشوف مجال الرؤيه بتاعك. امسك يا معاذ بايدك اليمين، ودي على الزيجوماتيك. ايه غلطه الطلبه في العملي؟ يثبت ده على دقنه. لو انا ثبت على الدقن العين فوق مستوى المرايه، لان المرايه في النص، العين لفوق، يبقى انت مش عامل فيكسيشن اصلا. وفي حاجه تانية لو تخلوا بالكم منها، هخلي معاذ يقرب، هتلاقوا ان راس معاذ تقريبا جوه القوس، يعني القوس جاي كده كان راسه متثبته بالقوس، وهنا هو شايف. دلوقتي هقول له غمض العين الشمال، وهجيب اي قلم وليكن القلم ده، هجيب قلم، يفضل قلم ابيض. هجيب القلم من بره وهقول له وانت مثبت عينك يا معاذ شايف حاجه؟ مش شايف حاجه. هنزل القلم لتحت، شايف؟ لا. شايف؟ لا. شايف؟ لا. هنا قال لي شايف. المفروض تبقى فيه ارقام منحوته على البار ده من بره او عقوس من بره زي بتاعه السكشن. انا هنا عملتها من غير ارقام. اول ما يقول شايف اكمل حركه القلم للدايره دي ولا لا؟ أكمل. ممكن جزء من الفيلد يبقى ظاهر في البدايه وجزء يضيع للسكوتوما. فنقولها تاني لو هتيجي تعملها بقى بسرعه. شايف؟ لا. شايف؟ لا. شايف؟ اه. اول ما قال لي اه اكمل، شايف؟ اه. شايف؟ شايف؟ لغايه الدايره دي. نفس الكلام هعمله في اللور، ناقص لي ميزل اند تمبورال فيلد. يلا يا معاذ هنجيبها ازاي؟ بالعرض. يلا غمض عينك الشمال. ميزل فيلد اجيب القلم كده ولا كده؟ صح. لو عايز اختبر النيزل بتاعت العين اليمين هجيب القلم من الناحيه الشمال،
ولو عايز اختبر التمبرال يمين هجيبه من نفس الناحيه اللي نذاكره في النظري صفحه الفيجوال باس واي وازاي ترسم الفيجوال فيلد بدرجاته بالانجلز. هركز دلوقتي على الجهاز ده اللي هو الاوفثالموسكوب. وانتوا شايفين الجهاز ده ليه اولا دايره بيضاويه فوق وده البيز بتاع الجهاز، وفي هنا زرار لونه احمر. الزرار ده فايدته ايه؟ ازاي تفتح من خلاله الجهاز وتطلع ضوء؟ بصوا انا هعمل ايه؟ هضغط على الزرار والف. لما تضغط وتلف هتلاقوا ان فيه ضوء ابتدى يبان. الضوء ابتدى يبان حتى هو واضح من الناحيه دي اهو. ممكن اعمل كده وممكن اعمل كده، في ضوء بس بصراحه ضوء بسيط جدا لونه اورنج شويه. ده معناه ان انت فتحت الجهاز. يبقى عشان تفتحه هتدوس على الزرار وتلف. لو انت دوست ولفيت لفه واحده وهو مقفول غير اللفه بتاعتك. نيجي نركز على حاجه، شايفين الدايره الصغيره اللي من فوق؟ الدايره الصغيره من فوق هو المكان اللي خارج من خلاله الضوء. طبعا انا لو عايز افتحه هيبقى كده. طبعا هو للاسف الضوء خافت شويه، المفروض الضوء يبقى طالع من هنا، ده الضوء طالع من الناحيه دي، الضوء يطلع من الحته دي. نيجي نبص على الدايره الصغيره من تحت. لو تلاحظوا على الدايره الصغيره ان انا عندي رقم موجود، ادي الرقم بتاعي اهو موجود، رقم 10. الرقم ده موجود مكتوب 10 بالابيض، 10 بالابيض، والخلفيه بتاعته لونها ايه؟ احمر. معنى الكلام ده ايه؟ اتفقوا في العالم كله الخلفيه اللي لونها احمر تمثل نيجاتيف لينس. يعني ايه نيجاتيف؟ ماينس 10. وهنا هسالكم سؤال، امتى واحد يلبس عدسه بالماينس؟ لو عنده قص نظر اللي هو المايوبيا، عايز حاجه تفرق اللايت ريز. طب ال10 دي يا دكتور اللي باينه لنا في الكاميرا دلوقتي تقدر تجيبها لي هي هي بس على خلفيه تانية؟ ازاي؟ هاجي احرك العجله دي، في يا جماعه عجله موجوده من على الجنب، احرك العجله دي بالمنظر ده وعشان اجيب ال10 على الخلفيه الاخرى اهي. اهو بصوا، 10 باللون الابيض كرقم على خلفيه لونها اسود، واضحه جدا الخلفيه الباك جراوند اسود، يبقى ده بوزيتيف 10، يبقى ده علاج الهايبر متروبيا. ليه انت قلت لنا تركيبه الجهاز؟ انا الدكتور اللي هستخدم الجهاز، انا لابس نظاره، انا عندي مايوبيا شخصيا، فلما اجي استخدم دي عايز استخدمها كبديل للنظاره بتاعتي. لما اقلع النظاره الصوره اكيد مهزوزه، فهعمل ايه؟ قلعت النظاره، هجيب زميلنا محمد، فتحت الجهاز وطلع ضوء، هاجي ابتدي احط عيني في الدايره اللي فوق اللي خارج من خلالها الضوء لمحمد. بس في شرط، لما اجي ابتدي لازم يبقى على بعد 35 سنتي من عينه، وافضل اقرب 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 لغايه ما المسافه بيني وبينه تبقى سنتي او 2 سنتي. انت بتختبر الفندس او قاع العين، عايز اشوف الشبكيه دي جوه، يبقى لازم اعمل ايه؟ اوسع البيوبل وتبقى في اوضه ضلمه. الشروط دي غير متوفره في الاسم، لا عندنا اوضه ضلمه ولا عندنا قطره اتروبين بس او هم اتروبين بس، احنا بنقولها ازاي ان انت تقدر تعملها. الكلام ده مهم. ايه اللي هنتساله على التجربه دي؟ هتتسال ايه استخدام الاوفثالموسكوب؟ حاجتين، فندس اكزامينيشن، وتاني حاجه كوريكت ذا ايرور اوف ريفراكشن اوف ذا دكتور، بستخدمه كبديل للنظاره. انا ما يهمنيش البيشنت لان انا اللي هشوف زي التلفزيون بظبط صورته. هتذاكروا ورقه العمل من الكتاب بالنص، الاوبتيك ديسك، الماكيولا فين، فرق بين الريتينال ارتري والريتينال فين، والريتينا ليها لون ولا ملوش، وامتى لونها يبان، واهم سؤال بقى اللي جاي دكتور شكري، ايه الفرق بين الريتينال اند كورويدال فيسلز؟ هنتكلم دلوقتي على التيونينج فورك اللي بتستخدم في الهيرنج.
طبعا التيونينج فورك ليها ثلاث استخدامات مهمين قوي. هنبتدي الاول بالرينيه تيست. رينيه تيست فكرته ايه؟ هخبط الشوكه على ايدي او كوعي واحطها هنا عند احمد، هقول له سامع؟ هيقول لي سامع. هقول له لما الصوت يضعف خالص قول لي، يضعف او بينتهي هنقله بنفس الخبطه قصاد ودني. انا بقارن ايه؟ الاير كوندكشن بالبون كوندكشن. ايه اللي انت لازم تكون عارفه من النظري؟ نورمالي مين احسن؟ اير احسن من البون. وايه هي الاسباب؟ ماجنيفيكيشن 22 مره للصوت، وليها تفسيرها في الكتاب بتاعت النظري 3 اوسكلز والكلام ده. النقطه اللي تهمني لو انا كوندكتيف ديفنس مين احسن؟ البون احسن. السبب برضو احنا عارفينه، لكن لو نيرف ديفنس الاير احسن من البون بس بمده اقل من العادي. دكتور شكري بيسال هو في العادي الاير كوندكشن مدته قد ايه؟ 45 ثانيه، لكن في النيرف ديفنس يبقى اقل 20 ثانيه 25. يسميها ريديوست ريني بوزيتيف، زي وزي العادي بس بمده اقل. دي التجربه الاولى ريني تيست. في نقطه بنبه عليها، دكتور شكري زمان سال في الفيزيكس اوف ساوند مقدمه الهيرنج ثلاث اربع تعريفات الطلبه بتفوتهم. تعريف الساوند فريكوانسي، البيتش، الديسكريميشن، الامبليتيود اوف ويفز، الفايبريشن، كل الكلام ده دكتور شكري سال فيه وبصراحه فاجئنا كلنا. كلنا كنا دايما نقول للطلبه مش مهم، ذاكروا من اول الميكانيزم اوف هيرنج. التجربة الثانية فيبر تيست، هخبط الشوكة واحطها على الفور هيد بتاع احمد وهقول له سامع؟ في الاثنين زي بعض. ده النورمال، لان البونو فور هيد بينقل سيم ايكواليتي على الناحيتين. لو هو عنده كونداكتيف ديفنس هيسمع بوضوح واعلى في الودن اللي بايظه. في نقطة يا جماعة انا بنبه اليها، دكتور نبيل الدمراوي بالذات في تجربة الهيرنج لما انت بتحط الشوكة على الماستويد بون بيعترض. ايه سر اعتراضه؟ يقول لك انت لازم كدكتور في الاول تخبط الشوكة وتحطها على نفسك عشان تتأكد ان انت سامع قبل ما تحطها على الماستويد بتاع البيشنت. يعني هو حتة ضمان وتأكيد. ومرة سأل سؤال تاني، اعمل كوندكتيف ديفنس على زميلك، هتجيب قطنة وتسدها لودن زميلك. لو انا سديت ودنه بقطنة كأني عملت له كوندكتيف، كأنه شمعة، كوندكتيف ديفنس، سديت الاكسترنال اوديتوري ميتس. دي كانت الأسئلة الغريبة شوية اللي كانت في الحتة دي. التيست التالت بقى عايز أقارن البون كوندكشن الدكتور بالبيشنت. في واحد ألماني صاحب فيبر اسمه شواباخ. شواباخ ده قال ايه؟ بصوا بقى الفكرة، قال هخبط الشوكة على ايدي وكوعي واحطها على الماستويد بون بتاعتي بفرض ان انا الدكتور نورمال. بعد كده بستنى لغاية ما تقف خالص، لما تقف هنقلها بنفس خبطتها على الماستويد بون بتاعت البيشنت. لو هو زي نورمال هيقول لي انا مش سامع حاجه بعد ما وقفت عندك. لو فضل احمد سامع مده اطول يبقى البون كوندكشن عنده اعلى من عندي، يبقى هو عنده كوندكتيف ديفنس. طبعا في ناس بتسال سؤال اخير، هو انت ليه دايما تقول بون كوندكشن كويس الكوندكتيف ديفنس؟ الصوت عشان يوصل للانر اير قدامه سكتين، اكسترنال ميدل اينر السكه التقليديه او للاينر اير على طول. طب ما هو الماستويد بون هيوصلها للاينر اير على طول من غير ما نضطر نعدي على الاكسترنال والميدل اللي فيها المشكله. طبعا في النهايه انا بشكر كل الناس اللي ساهمت في الموضوع، فريق عمل القناه اللي هو طبعا عين شمس، طبعا ده بيشرفني ان انا اتعامل معاهم، وكنت سعيد جدا بالتجربه دي وبالفكره دي، واعتقد انها مش هتفيد بس دفعه 2011 2018، اكيد هتفيد كل الدفعات اللي جايه. وبقول لكم طبعا باذن الله الامتحان مستعد. المهم
ان انت وانت داخل الامتحان بتراعي يكون طبعا معاك بالطو ابيض، رقم الجلوس بتاعك عشان محدش يقول لك فين رقمك، معاك مسطره، معاك ادواتك، قلم جاف طلب منك حاجه تكتبها، حاجه ترسمها مثلا زي الفيجوال فيل. بالنسبه لمذاكره النظري عليك الموتور كله، معلش هيتذاكر يتقري نظري قرايه سبيشال سنس، اقرا النظري ريليتد لكل التجارب، لايت ريفلكس، نير فيجن، فيجوال فيلد، كلر فيجن، ومع السنسوري ركز قوي على العناوين الاتيه: اسم التست، اسم الريسبتور، الافرنت، التراكت، الادابتيشن، والسنسوري ديزيزز. تكون مجهزها كويس. تجربه تاتش امتى تضيع، امتى البين افقده، امتى ما احسش فايبريشن، بحيث الدكتور هو بيسالك السؤال انت في عقلك الباطن مجهز الاجابه، فتطلع الاجابه عفويه وسهله جدا. ولو في سؤال انت مش عارف اجابته يا ريت ما تفتيش، لان انت في الاخر لو حاولت تقول اجابه غلط هيبان ان انت بتحاول تقول حاجه غلط لمجرد تاديه واجب. وفي الاخر بالتوفيق لنفسك.